بالنسبه لهاد المساله ديال منع الصلاه ديال عيد الاضحى هي اول شيء، بعدا كاينه جات نتيجه ديال الاوضاع الصحيه اللي كتعيشها البلاد ديالنا. سبقها المنع ديال صلاه عيد الفطر، وحنا كنشوفوا ايضا انه كاين المنع ديال صلاه الجمعه. وانا في النظر ديالي كيبان لي انه مساله الا كانت من الناحيه الصحيه وفي الحفاظ على الصحه ديال المواطنين فهي مساله يعني مقبوله. لحقاش كيكون الاكتضاد وكيكون هذا، المغاربه متفهمين لهذا الامر هذا، سواء صلوها في الدار ديالهم او لما صلوهاش، المهم راه كيتضامنوا في هذه المساله ديال يعني يحافظوا على صحه المواطنين. غير هو بالموازات خاصهم يشوفوا حتى الاكتضاد اللي كاين دابا في الاسواق، خاصهم يلقاو ليه شي حل، لان كنشوفوا الاسواق فيها الاكتضاد يومي اكثر من صلاه الجمعه. وبالنسبه لهذه المساله في نظري انا الا كانت من الناحيه الصحيه وخاصه في الارقام اللي كنشوفوها الان كتزيد كترتفع، بالنسبه للمنع ديالها مساله مقبوله، والله سبحانه وتعالى راه غادي يستجيب للمغاربه بالدعاء في يوم العيد ان شاء الله. احنا مقبلين على العيد الكبير وعواشر مبروكه على الجميع، غير هو الصبح ان شاء الله الا طول الله العمر تاع صلاه العيد يكون فيها اذان، باش الانسان الى ناضي يصلي، اللي غادي يكون الاذان كنا غنوضوا نصليو، غادي يعلمونا وهذيك الساعه توقع الذبيحه، باش ما يكونش الاذان غتنوض انت قبل مني غتصلي صلاه العيد غتنوض غتذبح، عادي ينوض الاخر يذبح، يقدر الاخر ينوض قبل منك قبل ما يصلي ينوض يذبح، زعما ما بقات فائده في العيد الكبير. هو من الاحسن تكون في المصلى الصلاه ونكونوا متسعين على بعضياتنا وناخذوا الوقايه، صلوا صلاه العيد وكل يمشي يذبح، هذه احسن فائده تكون، ولا كون يكون اتساع كل يجيب الصلايه تاعو وبنادم يصلي ويتوكل على الله يمشي يذبح الضحيه تاعو على الخاطر تاعو. دابا انت غتسنى انا غنتسنى ما تيقبلهاش العقل، هي الوقايه خير من العلاج. احنا غنبعدو مترو في المصلى، شي يصلي له شي يصلي له، نكملوا الصلاه تاعنا راه كل ينوض يمشي يذبح ويكون امام تاعنا. انا دابا هنا غادي تكون القضيه ماشي هي هذه، كلها غادي يذبح كيبغى، وهي ما كاين ما احسن من الذبيحه بالامام، يذبح الامام وتتبعه انت باش تكون تضحيتك مزيانه. انا في رايي صلاه العيد او الصلاه بصفه عامه ممكن تكون في اي مكان في ظل هذه الجائحه، هذا الوباء العالمي الذي لا يمكن تجاوزه الا باخذ احتياطات معينه، منها التباعد الاجتماعي، تباعد الافراد بعضهم عن بعض،